أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية، أن إنجازات كرة اليد البحرينية تعكس عزم وإصرار أبطالنا في الوصول إلى العالمية وتشريف سمعة الرياضة البحرينية. جاء ذلك لدى استقبال سموه كل من المنتخب الأول للرجال ومنتخبي الشباب والناشئين بمناسبة تأهلهم لبطولة العالم 2025 وفوز منتخب الأشبال بكأس العرب. وأشار سموه إلى أن الإنجازات المتواصلة لكرة اليد هي ثمرة من ثمار الدعم اللامحدود لملك البلاد المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بالإنجازات المميزة التي حققتها منتخبات كرة اليد، مؤكدا أن هذا التأهل هو ثمرة للجهود المستمرة التي يبذلها اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية، منوها بدور اتحاد كرة اليد في النهوض باللعبة ورعاية المنتخبات الوطنية. وأكد سموه أن الأهداف المستقبلية للمنتخبات في كأس العالم تتطلب المزيد من الجهد والمثابرة، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرة اللاعبين والجهاز الفني على تقديم أفضل المستويات، معربا سموه عن تطلعاته لرؤية المنتخبات وهي تواصل مسيرتها الناجحة في البطولات المقبلة، ومشيرا إلى أن هذه الإنجازات هي خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من النجاحات على الساحة العالمية.